مرحبا شلونكم؟ يوم كملت امتحانات اليوم فقررنا نديح تمام. بس احنا بسلطان احمد رايحين على مين؟ انه الجو الثلج قاعد تمطر من وراي باكه. انت الهوستي مو؟ اوكي هاي الهوست ترى هاي الهوست ليمونه صديقتي وياي بالجامعه واكو ويانا. وين ساره؟ اوكي ساره اللي ورا. المهم يلا خلينا نروح على امين انا ويلا. ادري انت من عندك تليفون شو تستعمل هاي؟ شكم خليها بالشارع عشان التف فيها اكمال اسطنبول والبلديه مال اسطنبول يا اخي. هاي الشجره عمرها 658983 600 وهذا خش رموي مال الغنم. طبعا يا شباب محمد باكر رايح على سوريا. ما ادري عندكم شو وقت تروح على سوريا؟ يوم 17 يوم 17 شهر رايح على سوريا. فاريدكم كلكم تدعوا له بالسلامه لان تدرون الوضع بسوريا يعني. من هو ذنه؟ تعرفهم شيء؟ لا يا شنو؟ برد. اوكي وحده البنات شكلونها هنا؟ انا وحده تحبي رصيد وحده شوف تدور اكل الثانيه ما ادري شو السوالف يا اخي. وين نروح؟ على اليمني. وين نروح؟ على البيت اليمني. البيت اليمني مطعم على بر 15 طعم الاصيل اليمني الاصيل. اوكي شو تريدين؟ كبسه. اوكي كبسه شحراري كبسه اصدق قلب اللهجه العراقيه كبسه. وينكم؟ يلا كمل. جينا على المطعم بس قاعدين طبعا كلنا خمسه قاعدين بس من ورا واحد جوعان. لا كنا بدنا ناكل. لا يروح هسه قدام هسه جاع والله العظيم. كان جوعان شوف ما كان جوعان طبعا. يفرشون السفره هيجي المشمع انه على الميز حتى لا يتوسخ الميز اول شيء. وجابوا لنا كراتين حتى نخلي عليها الاكل هنا حتى ما نوسخ لان الظاهر الشغله تريد يعني. كبسه. اوكي كبسه. مائدة الرحمن نزلت والضيافه ما ادري شنو. اهل اليمن بعد منو كرم هنا؟ بس السلطه انا كرم بالخير. ها شوف السلطه ايش فيها؟ قليله. ها قليله. ايه بالنسبه لك قليله. ما فهمت حما. شوفنا ايش طلبت؟ ايش طلبت من ياهي؟ ايه والله طلبت من هاي انت وهذا اجاك مو؟ ترى هو بس اختلاف ثقافة ماكو شيء. انا طلبت ليمون نعناع. جاني ليمون نعناع الحمد لله. بس السعر عندكم فاتت بالاكل يعني ركبه ونص. ايه طلبت دجاجة وجا هدية كمين يعني. اختلاف جو يعني لين الجو بارد. اوكي كافي يلا. بس خلي نحكي على الشاي هذا يسموه شاي عدن. اوكي هذا شاي وحليب وشنو جوز الطيب جوز الطيب وش اسمه وهيل. بس جديات خراف يعني باي مطعم يمني اكلوه. شنو هاي؟ اوكي شنو ايش اسمه مخلفات محمد. يلا يلا تامل قصف يا الغالي. بالعافيه علينا. بالعافيه حمودي على قلبك حبيبي حبيبي حبيبي. كبسه. اوكي كبسه. اخيرا قمنا يلا نطلع. افتح يا سمسم يلا نكمل الدي احا. طبعا شو يسموه اكو معلومه جديده تطلع عن من المطعم. يلا عرفت صار لي 5 سنين هنا وما اعرفه. اوكي فهسه ساره راح تقول لكم يا ساره. ساره اي اوكي يلا احكيهم. اوكي يلا احكي. هون كل المطاعم ما عملت عندهم تخفيض الطلاب يعني هذا اهم شيء لانه هو اوكي تمام. اوكي لا مش الطلاب من كل مكان من حال العالم مو بس هيك يعني في طلاب مش من تركيا مش من تركيا فتخفيض عندهم شيء عادي جدا للطلاب. اها اوكي يعني شنو من تفوتون على مكان وانتم طلاب كلهم وانه احنا طلاب راح يصير تخفيض 20% احتمال لازم يفرجون الهويه. شوفهم هويه الطالب يعني مو تضحك عليهم بما اني طالب ولا شنو ما تمشي. اوكي فصراحه الحين على من انه وصلنا من انه تقريبا هنا احنا. يا ويلي على الجو يا ويلي. طبعا هو كره ذات بالجو من هذا اللي تفل عليه كنت تمشي يعني. بس هنا امين انه هسه احنا وصلنا امين انه امين انه اسمها. اوكي المهم بس جو حيل بارد حيل حيل وهوا هوا هوا يعني. خلينا نشوف بس شوفوا شلون مقمط من البرد. هسه احنا رايحين فوق على المقهى راح نصعد فوق كم سفامه تمام راح نصعد فوق. اوكي خلي اشوفكم هيك ما كدا. ها اوكي راح نصعد فوق انه اكو مقهى على البالكونه ما ادري شنو. صوره جماعيه يلا يلا خذوا لنا صوره. فضونا عاد وين صوره؟ فضينا عاد. واحد اثنين ثلاثه. اوكي اخذنا الصوره يلا خلينا نروح المصعد. كلها جالسين هاكي كاتا أربعة تمام. جينا هنا طبعا المنظر منا من هذا الانفلاقي هيك المنظر منا. اوكي ما ادري ايش اسم المقهى ولا اعرف شنو دينه بس حلو حلو. يلا لقينا ما سفارغه طاوله فارغه هنا
نير تو ذا جامع يعني يم الجامع لا كذب يلا بس راح اعثر. اوكي فوت هذا المنظر منها يا غالي هاي قاعده هيك والمطر برا وهاي الاجواء التركيه نعم خبط اجى العينتين عبود مرحبا عبود مرحبا عبود مرحبا عبود مرحبا عبود مرحبا عبود لبسني والله عبود حيل لبسني عبود لبستني مرحبا حبيبي حبيبي عبرني صارت نص اليوم نص من عندك قاعد نركب حتى شو يسموه حتى نتفى pardon لفينا شوية بعد يلا يلا كشورس كشورس بلاش 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 الجقار كلها بلاش كل الجقار بعد ما اقدر خلاص وصلنا مين انه بس احنا بمين انه وراها حنروح ناخذ نفر من البحر شويه ونتونس وخليكم يلا عبر عبر خالي عبر الإشارة حمراء فلذلك لازم نعبر لأن إحنا نحب نخالف القانون لأن إحنا مخوش وادم لا عم بس تدعمني أما أنا يلا أوكي أوكي صراحة ما أحبها صراحة أنا ما أحبها بس عبد الرحمن يحبها مو عبد الرحمن إيش رأيك بالإج أوكي أوكي كافي هاي اسمها كاستن بس ما أحبها ما طيق هاني صراحة نشوف الحلقة يعني أوكي بالعافية عبود بالعافية عبود بالعافية عبود بالعافية عبود هم لبسني يحب يلبسني عبود أكل ما أكل لازمني العينتين بس أنا ما أكل هذا الشيء ايش بيها هاي نعم يا سادة انه منظر البحر بالليل يخوف ترى ما تجنن انا وبوس ما شنو انا لا 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 اخ كل شيء يصير على وجهي يعني ما تتخيلون الهواء هناك قد يعصف هاي بس بقى هاي بس تسوي حركات تركضين تركضين رجلك ما يساعد البوق ما يساعد لا انت مو بوط هذا مال مجاري مال التصرف الصحي اويلي يابس اخذت التوكس بالبرد تعلموا اكلوا شيء نسل شيء انه يساعد الحراره مال الجسم خبره يابا اخ تعبنا من الركض هسه جينا على محطه شو اسمها هاي كراكوي حتى نروح على كبتاش عندنا ايش عندنا كبتاش عبد الرحمن توصيله توصيله ما ادري ما بس رايحين على كبتاش يعني خليك يابا خليك متابع شوف كبتاش قبطه اوكي اجى المحروس لتراموي فارغه والله حلو يمكن نلقى مكان نقعد بس ممكن توقف اوقف اوقف يا اخي احترمنا اوقف اوكي يلا خلينا نشوف مكان نقعد والله لقينا خاطر وش مكان وصلنا كبطاش كبطاش باع العالم والله العظيم يا شباب الجو برد 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 درجة الحرارة شقد 2 مدري 1 وبها هذا الرذاذ هذا مو مطار ولا هو ثلج ولا مدري شنو شيء تافه يعني هسه وصلنا كبتاش طبعا ورايا هنا هذا شو يسموه ملعب مال بشكتاش تشتغل بي يعني سليمان اقدر اروح اسلم عليه بس مو بالملعب خطيه انه اوف الله بس بعد المناظر هنا طبعا حلوه حلوه ومثل ما قلت لكم الجو كلش بارد بدنا نتجمد ومن يصير برد شوي نتخبى وتجينا الاخبار لكن عقلنا يجمد اوكي ما اعرف شنو بس خل اشوفكم هاي الساعه كلش حلوه هنا هاي الساعه لطيفه الوقت من ذهب لن تكون ذئبا بما تشتهي السفن طلع البدر علينا و... أريد أشوفكم هذا تدرون شنو المزراب هاي من هنا يزرب المطر هيك يصير مطر يزرب أوكي هنا هذا مزراب ذاك مزراب هناك مزراب كله مزاريب هنا منطقة من المزاريب لا كذا احنا خلصنا من المزاريب جتنا هاي الطسات المدري شو مو طسات هاي الأشياء الشغلات المدري شونها المطبطبات يعني هاي المنطقة مليانة مطبطبين كلها ما مطبطبين خلص شحننا وانا مشتاق لماكدونالدز جديات لان صار كم ما ماكل منه فجبتهم ياي خطيه غصب انه غصب يعني اوكي فجينا على ماكدونالدز ناكل وعلى عناتكم ماكو بغداد ماكدونالدز لا لا كذا خطيه انتوا مو على عناتكم عندكم باكه وهاي والله هم اكو طيب من هاي بالدنيا اموت عليها اموت عليها اويلي يلا بالعافيه علي خلق ليفترس صحه غصبا عنك
رضيت بالهمبرجر؟ خليها حتى ما اشبع لان انا فقير بخيل. ادري شنو المصدر هاي لو تيتها عن جد اطول من هي الشباك من العمود. فرجيني شكل اكيد انهم بيحبوني. انتظروني عد باكر اكمل لكم الباقي ان شاء الله. عقب باكر بتسعة بالليل انزل لكم الباقي مال الفلوج مال اليوم لما عليكم اللي هي تتكلس قعدت من النوم. ولان هذا الفيديو كلش صار طويل وما عندي وقت والله ما عندي وقت انه اسوي له الايديت والكذا الحبشكلات وهاي. فعقب باكر انزل لكم اياه. اذا ما اشترك بالقناه اشترك يا حبيبي اشترك لا تصير بخيل. والكومنتات خلوا لي اياها واللايك يا حبيب قلبي. اوكي خليك انتظرني عقب باكر. يلا باي باي.